تشريف، يعني التغييرات كابتن فتحي اتكلم عنها، راي حضرتك برضو في هذه التغييرات؟ يعني في ناس تقول لك ان عبد الله كان بطيء مثلا، كابتن عبد الظاهر بيقول لا يعني خروج عبد الله اثر، في ناس كانت تقول لك ان عبد الله مثلا لياقته البدنيه، وحضرتك كنت منهم من اخر الشوط الثاني واخر الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني بعيد، المجهود قل كمان، اول مجهوده قل، مجهود في نص ملعب والفرقه كلها قلت كده، عشان حسيت ان هم حطوا كلهم كده في حاله بعدوا عن بعض، غير التقارب اللي كان موجود في اول 25 دقيقه بيباصوا بعض، ومفيش ميس باص يا كابتن فتحي زي اول شوط، مفيش ميس باص، اللعيب بيروح للعيب عشان يستلم عشان يحصل زياده عدديه، اذا كان من اطراف او من نص الملعب او من تحركات محمد صلاح مع مروان، حتى مروان كان عايز ياخد سقطه ولقطه من اي حته عشان يترجمها، حاول الحقيقه، بس صلاح كمان عمل اسيست ليهم كده، هم ما استغلوهوش في اول تايم، ده كل ده ما حصلش في الثاني تايم، الثاني تايم حطوا اللعيبه حطت واحنا عدينا بيهم، وحصل بعد يا كابتن بين عبد الله وبين النني وطارق حامد، لقيت النني وطارق حامد بقوا بيلعبوا بشكل على خط واحد لاثنين، زي فاكر عاشور وسوليه كانوا جات لهم فتره كده بيلعبوا على خط واحد، يعني مفيش مفيش واحد قدام خطوتين، يعني زي سوليه لما ابتدى يترجم الراحة وابتدى يجيب اجوال ويخش منطقه الجزاء، الكلام ده احنا ما شفناهوش، وكان ده احنا عايزين الدعم الفني اللاين فيرود بتاعنا اللي هو عبد الله، عبد الله يمكن عملها مره في الماتش كله شفناه، وكان هيروح خد كره من قدام عرضيه محمد صلاح، كان خد الكره من قدام ما تعرفش النني باين، كانت ممكن تترجم لجون، كل ده بقى بيحط كمان عليا انا وانا بتفرج كلاعب كوره وعايز احس ايه التقصير اللي مخلي اللعيبه دي متدربكه كمان، احنا كسبانين 1-0 بس، احنا لو اي فرصه تانية كانت دخلت وغطينا الجول ده اعتقد ان الفرقه نفسها كانت هتتغير، كان لو هو عمل اي تغيير او اي حاجه كنا هنقبل ان احنا واحنا كسبانين 2-0 بنلعب باعصاب مستريحه اكتر، في ضغط نفسي حصل على اللعيبه كلها الحقيقه، حسيت ان هم مجهودهم قل، تفكيرهم قل، تحركاتهم قلت، فهو ده اللي خلى الشكل حضرتك بدون تحديث كابتن اسلام الحته دي، انت عارف ان متوسط اعمار فريق مصر 27 سنه 18، معقول متوسط اعمار، لا متوسط اعمار زيمبابوي 26 سنه و3 اشهر، يعني في فرق سنه ونص، الفرق ده يفرق كتير قوي للنقطه اللي انت بتكمل فيها. ادينا المزيد، اديك المزيد، البنيه الاساسيه للاعب الافريقي غير البنيه الاساسيه للاعب المصري، عشان كده لعبت النهارده في تغيير غريب حصل اللي هو بتاع ورده مثلا، انا مش عارف هو النادي الورده طالب منه ايه، يعني ورده لا بيلعب مكان تريزيجيه ولا بيلعب تدعيم لنص الملعب حتى يعمل نجر، ولا بيطلع ايمن اشرف الناحيه الثانيه ويعمل تغطيه، هو واقف في الحته دي عايز يعمل اي قلق، حاول يعمل اي مجهود او حاول يعمل اي، هو بدون هويه، نفس الشيء كان لوليد، وليد دخل نفسه جوه بدل ما يعمل على الطرف ويدعم، فحصل حتى اداء اللاعبين من اللي طالبه منهم المدير الفني، لو حضرتك قاعد على الخط وانت المدير الفني هتحس ان حتى لو انت فكرت زيه وعملت كده هما ما ادولكش كمان، يعني حتى التدعيم اللي هو عايز يعمله لا لقاه في تدعيم خط النص عشان ما يبقاش في استلام سهل كده ان اي باصه ما فيش، حتى ما دخلوش لجوه، ما قربوش من بعض، ما قفلوش على فرقه زيمبابوي ان هم يستلموا كور، نمره 11 ده بيلعب في اي حته، ما حدش يعني ما حدش مسؤول عنه، يعني لا نني مسؤول عنه ولا طارق، طبعا طارق بيلعب في كل حته، ولا محمود علاء لما بيدعم نص الملعب حتى مسؤول عنه، فالحكايه اتلخبطت شويه بينا كلنا، حاسين ان ممكن في اي وقت زي اي فرقه يجي فينا جول، وبعدين انا عايز اقول للجماهير حاجه واقول لنفسي واقول لنا يعني كلنا، مفيش فرقه هنلاعبها مش هتروح على الجول علينا، مفيش فرقه هنلاعبها. أيوة. أيوة. احنا على فكره في ايجابيات كتير، مش هيبقى في نقل طبعا، ده بالعكس على يعني السلبيات عشان المباراه القادمه، انا شايف يمكن المباراتين اللي جايين هيبقوا اسهل من فرقه زيمبابوي على ما اعتقد، وهيكون دخلنا في المود يعني الكونغو اصعب، الكونغو اصعب، بس هتبقى دخلت بقى في الشكل، اوغندا اصعب، اوغندا اصعب، هتبقى دخلت في الشكل. طيب احنا عندنا يا كابتن حشيش مشكله في الاطراف، يعني ايمن اشرف النهارده لم يكن جيدا، وحتى المحمدي لم يكن جيدا، يعني ولا شفناهم بيساندوا في الهجوم ولا بيدافعوا بشكل جيد، يعني باستثناء ايمن اشرف في كام كوره ناحيه الشمال. طب وبعدين؟ انا الحقيقه شايف ان في اكتر من لعيب مش الاطراف بس اقل دون المستوى. وبعدين اول مشكله هتقابل الجهاز الفني هو اللياقه البدنيه. انا شايف ان ازاي اول مباراه وتبقى اللياقه البدنيه، انت عارف انت لو جاي من راحه كبيره وبتبدا ماتشاتك اللياقه البدنيه هتيجي يعني كل ماتش عن الثاني هتبتدي مستوى اللياقه البدنيه يعلى، انما انت جاي بعد مجهود كبير،
فاول مباراه امال لما تلعب الثانيه والثالثه وتدخل في المعمعه وتقابل فرق قويه. انت عندك النهارده فرقه زيمبابوي من الشوط الاولاني بتلعب براجعه لغايه الدايره ورا، امال لو فرقه بتلعب عليك ضاغط هتعمل ايه؟ الحلول اللي عندك؟ انت فرقه راجعه لورا والمساكين لوحدهم ومع ذلك بتلعب الطويل، وعشان برضه ما حدش عنده الثقه في نص الملعب واللعيب اللي هو ينزل يستلم من المساكين وينقل الكوره ويطلع لقدام، انما الاثنين واقفين برضه ورا بيلعبوا على الجناب وبس. تاني حاجه المشكله كمان يعني الـ 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 الناحيه الهجوميه، يعني انا لما اكون كوتش قاعد بره وشايف ان في خلل معين في حته معينه، ده انا بالعكس انا بقول ولا زلت اقول تاني التغييرات كلها بلا استثناء هي اللي عملت الدروب ده في الشوط الثاني، مع نقص اللياقه البدنيه مع التغييرات الغلط هي اللي عملت الضغط علينا في الشوط الثاني، وكان ممكن كوره من الكور يعني تخش جول. تخش تمام. جول يعني. تمام. كابتن فتحي في دقيقه وكابتن شريف دقيقه وكابتن حشيش دقيقه، ماذا بعد؟